صلاح، المستجدات دائما في التطورات الميدانية، وهو باستمرار القصف المدفعي والقصف الجوي على مناطق مختلفة من وسط قطاع غزة. فقبل قليل سمع دوي انفجار ضخم وعنيف في وسط قطاع غزة ناتج عن استمرار للقصف المدفعي المكثف على المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة، واستهدف هذا القصف يعني مبنى أو عيادة الوكالة التابعة للأونروا في منطقة مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، وهذه العيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. تم استهدافها بقذيفة مدفعية، لكن سيارات الإسعاف هرعت إلى تلك المنطقة لإجلاء ما إذا كان هناك مصابين أو يعني شهداء. أيضا سبق هذا القصف قيام أيضا المدفعية الإسرائيلية باستهداف شقة سكنية في برج هديل في منطقة المغازي أيضا دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات، إنما أضرار كبيرة في الشقة السكنية التي تم استهدافها، وأيضا أضرار في الأماكن المجاورة من هذا القصف. أيضا هناك قصف مدفعي أيضا شرق دير البلح يستهدف الأراضي الزراعية ومنازل للمواطنين. أيضا هناك قصف في شرق وشمال مخيم البريج في وسط القطاع أيضا يستهدف أراضي زراعية، و يعني يثير حالة من الخوف والقلق والفزع لدى الناس كون هذه القذائف تتساقط بالقرب من منازل المواطنين. أيضا هناك قصف مكثف على شمال مخيم النصيرات، منطقة الزهراء ومنطقة المغراقة أيضا تتعرض للقصف المدفعي المكثف. أيضا هناك فجر اليوم كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة بلوك سي في النصيرات، وأسفر ذلك عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم وصول جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة في وسط القطاع. وهناك صعوبة كما أخبرنا من الطواقم الطبية في التعامل مع عدد من الحالات كونها تعرضت للبتر، وهناك حروق شديدة في أجساد المصابين. فبالتالي الأوضاع كارثية، الأوضاع الصحية كارثية في ظل عدم توفر الأطقم الطبية المتخصصة وعدم توفر الرعاية الصحية التي يحتاجها الجرحى والمرضى في جميع محافظات قطاع غزة. الطائرات الحربية الإسرائيلية ما تزال تحلق في سماء وسط قطاع غزة، وأيضا طائرات مسيرة بأشكالها وأنواعها المختلفة، وهذا ينذر باستمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة. على صعيد الواقع الإنساني، قبل قليل أعلنت نقابات واتحادات وجمعيات وشبكة المنظمات الأهلية أعلنت عن إطلاق نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة وإلى العالم أجمع بضرورة الإعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة بالمجاعة نتيجة عدم توفر الغذاء والمياه والأدوية والمستلكات الطبية، عدم توفر أيضا المعدات الخاصة بجهاز الدفاع المدني الذي يعني يحاول انتشال جثامين الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض بالطرق بالآليات البسيطة كالمطارق وغيرها من الأدوات. هناك أيضا انتشار أيضا هناك الوضع البيئي السيء الذي يعيشه سكان قطاع غزة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وأيضا تجمع القمامة والنفايات بين خيام النازحين، وهذا جعل قطاع غزة أرض خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض في كافة محافظات قطاع غزة. وأشار إلى تسجيل وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 1,000,000 إصابة بأمراض معدية وأمراض خطيرة لا يوجد لها يعني علاجات في جميع محافظات قطاع غزة، كون الأدوية لم تصل إلى محافظات قطاع غزة منذ 3 أسابيع. فهناك انتشار للكبد الوبائي. الحالة المأساوية جدا صعبة في جميع مناطق قطاع غزة. أكتفي بهذا القدر من المعلومات، أشكرك شكرا جزيلا لك أيمن أبو شلب مراسل الغزة، كنت معنا من دير البلح، شكرا.